وباء الكوليرا يتهدد سكان تعز. هنا في المستشفى الجمهوري بين هذه الأروقة تفاصيل تحكي عن تفشي الوباء بين المصابين، ما فاقم من حجم معاناتهم خصوصا مع تدهور القطاع الصحي التي تسببت بها حرب الميليشيات. أصبنا بالكوليرا وهذا ما درينا من فين جيت لنا عدوى. بالمفروض انهم يعملوا لنا اي مركز كانوا هناك علشان نقدرنا لما تاخذ السياره بمبلغ لهنا لداخل المستشفى الجمهوري، يعني كم يتحمل المواطن؟ في ناس قادرين في ناس مش قادرين يتحملوا. نحن في هذا الشهر في ازدياد حالات الكوليرا، نستقبل اكثر من 100 حاله يوميا، منها متوزعه على درجه الجفاف، فمنها ف 20% منها تصل الينا في حاله صدمه. ما يزيد عن 10,000 حالة اشتباه بالإصابة و600 من تأكدت إصابتهم، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 38 حالة معظمهم من المناطق الريفية بحسب مكتب الصحة والسكان، فيما يؤكد الأهالي القادمون من ريف المدينة أن انعدام المراكز المتخصصة هناك هو ما فاقم من عدد الوفيات لتأخرهم في إسعافاتها. هذه المحافظة محاصرة منذ ما يقرب 4 سنوات من قبل الميليشيات الانقلابية وأتباع الطاغية المخلوع، ولذلك فإن المستلزمات الطبية والأدوية لا تدخل إلا بالقطارة لهذه المدينة والمحافظة، بالإضافة إلى أن انعدام مياه الشرب جعلت الأسرة اليمنية تقطر وتعزز هذه باقتصاد كبير، مما انخفض كمية استخدام المياه النظيفة الصالحة للشرب واختلاط المخلفات البشرية. أخي حصلت له كوليرا، يعني حصلت له إسهال شديد وطرش في منتصف الليل، وإذا مما أدى إلى حدوث إسهالات وطرش، ولا يوجد مركز صحي متخصص لنقله مباشرة لإجراء عمليات الإسعافات الأولوية وحتى إعطاه إلى يعني حضوره إلى مستشفى الجمهوري. فانتظرنا إلى الصباح ومشينا بالسيارة فجينا لهنا، الرجال قد مات. بدءا بالإصابة بالوباء وانتهاء بما يسمى الصدمة، هكذا تفتك الكوليرا سريعا بضحاياها، وهو الأمر الذي يستدعي القطاع الصحي والسلطة المحلية إلى العمل بجهد مضاعف لمكافحته وفتح وتزويد المراكز المتخصصة باللقاحات والأمصال والأدوية للحد من انتشاره. هذا المركز واحد من مركزين اثنين فقط لمكافحة وباء الكوليرا المتفشي في المحافظة التي يتجاوز عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، تحاصرهم حرب الميليشيات الانقلابية وتمنع وصول الأدوية إليهم، فيما يغيب دور المنظمات الإغاثية وتتباطأ الجهات المسؤولة أيضا عن إنقاذهم، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.